في هذا المقطع يا اخوان راح اكشف جميع الحقائق المتعلقه بالهكر اللي اخترقوا جهازي وكشفوا معلوماتي قدام الملأ. هل انت يا كرم بلغت عليهم ولا سامحتهم؟ لا تستعجل، كل شيء بنكشفه بهذا المقطع. المقطع هذا هو تكمل الاحداث المقطع السابق، فلازم تشوف المقطع اللي قبله عشان تفهم المقطع هذا. الو والله. الو هلا. وينك؟ يلا يلا جاي احمد، ليكون شغلتك ولا؟ لا يا قلبي ما من شغل، ابشر الحين جاي. يا هلا والله، صوتي عيال كنا تو قايم من النوم. بس محتوى يا هم، تقوم عشان محتواي. يا رب مو تو قاعد من النوم كرام البشيلة. اهلين. هلا والله، شلونك؟ الله يطمنك. خايف انت فيك شيء يا ولد؟ متوتر. طيب الان برحب فيك، جالس اصور. حلو، شلون ارحب بالانجلش؟ يتابعوني اجانب احمد، لابد نتوسع في المجال هذا. يعني ما ينفع لغه عربيه بس، لغات كثير. لا اي صح صح صح. يلا يلا. هلو ليديز اند جنتلمن، ويلكم. ذيس از كروم از باك. يعني اجين اجين. هلو ليديز اند جنتلمن، ويلكم يو ان لا مو ان ماي يوتيوبر شانل. ترك اعطيهم بالاكسنت الهندي. جي جي. يلا يلا. هاي ليديز اند جنتلمن، ان توداي ان ماي YouTuber channel today with meeting for the Germany boy. Hi نفرات، كيف حال؟ تم بعيد عن الفلة. ترى الموضوع الآن جدي، أنا جايبك هنا وأنت تعرف ليش. ثار انتقدوني على القرار اللي اتخذته تجاه اخوياي، اغلبكم قال بلغ، ثار منكم دخل خاص قال لي ذولا مو اخويا، يرون بعد عنهم نصيحه. قسم بالله اني مقدر كلامكم ذا كله يا اخوان، وان كلامكم العين والراس. الموضوع كالتالي، خلصت بثي، بعد ما تقفل البث كلموني العيال قالوا جحدها، جبنا لك محتوى، سوينا لك شو بالبث، يلا الحين ينزل لك احسن مقطع. يلا بيصير المحتوى يشوفونه. تاقلها تعال قل لي مثل يا كروم، وتجي تجيب ذي المعلومات كلها وتصدمني قدام البث وتقول يلا محتوى. المهم كلمت العيال، بعد مناوشات طالت الى يوم ويومين وثلاث، طلع واحد من قرايبي معطيه معلومات، معطيه صور، معطيه موقع، ومعطيه اشياء كثير. اخوان غبنت، قهرت مره. ومن اخوياي، من اللي عطاهم؟ والله يا اخوان انا اعرف اخوياي، وصحيح ان بهالزمن لابد تاخذ حذرك، لكن اخويا هذول اهل للثقه. حصل خير وسامحتهم وعدى الموضوع. طب كيف سووا؟ كيف طفوا البث؟ كيف كيف كيف؟ بدخل واحد منهم الان ويجاوبكم على كل الاسئله، ودائما انجوي. ما ادري، احس اني كني في محكمه الحين. لا لا ما في محكمه. عموما اسمعني، في ناس دعت عليك انتو طلال، صح؟ في ناس سبوكم. صح. مو بس في الكومنتات، لا دخل عندي في الخاص، في السناب، في الانستغرام، في ناس دعت علي من قلب، في ناس بلكتني. انا مسامح. السبب مين؟ الله يسعدك. السبب الادمي اللي الحين هو مالك هذا القناه اللي جالس الحين قاعد اتكلم معه. يا اخي انا نزلت المقطع اساسا البارت الثاني طول، وانا تكلمت بالسناب، تكلمت بالتويتش، لكن الناس ما سمعتني. فهمت يعني؟ حاولت ابرر، حاولت اوضح، لكن حتى والله العلي العظيم يا احمد برق قسما بالله نكلمني محامي يقرب لي، كلمني واتساب. لا هن رجعون اعود بالله، والله اني مكتب عليك. وكلمتني واحده من المتابعات، اختها محامي او شيء من هالقبيل، هزبده. قالت لي ابشر ابشر بنيك الروم، انا متابعين، ابشر اللي بياخذ ثارك. احمد صح، ما ودي، ما عرفناهم على نفسك، ودي انك تعرف عن نفسك. تفضل احمد، المايك لك. اول شيء الله يحييكم، انا اسمي احمد الغامدي، طالب طيران في امريكا، طيران مدني مو بحربي. ف وش باقي كرم بس خلاص. الو. ايضا اسمي بس هذا، انا احمد جيرمني بوي. نعم والله فيك احمد، صراحه كان تقديم مميز، بالذات نقطتك الاخيره يوم وضحت ان هذا جميل جميل جدا. اختصرت. تفضل. عليك شيك. الو. هلا. ايه ايش فيك؟ لا تشرع علي، فرق عمر بيني وبينك، فهمت؟ تاخذني على قد عقلي. عموما شوف، كثار يوم قلت لهم قراري دخلوا في قراري، حتى دخل علي صانع محتوى عنده تقريبا 3 مليون في اليوتيوب ما شاء الله. بقول اسم جيرمي بوي بس بحطوط، يمكن ما يبي الشخص. طيب يا تعرف يا سلام. ايه كلمني والله سناب، قال لي وش السالفه، ارسل لي فويس، علمنا عشان ما يهكروننا الشكليات ذي. اوف اوف. قال لي ذولا ما يتسمون اخويا، وهو والله اني ما الومه، ورب الكعبه اني ما الومه. اللي ما يعرفك ما يشريك. لا اللي ما يزعلك. ما يثمنك. لا ما يثمنك. ما يثمنك صح. ما الوم اللي قالوا قالوا قالوا، بالنهايه اللي ما يعرفك ما يثمنك. يا اخوان اللي صار، تفضل. ما توقعت انا شخصيا، يعلم الله جوني ناس سبوني، اهلي ما سلموا من لسانهم والله، دعوا علي، خفت اني افشل في حياتي العمليه وبسبب مقطع بسيط. بقاطعك، عندي مداخله. تفضل. لو اجتمعت الامه على ان يضروك بشيء لن يضروك بشيء الا ما قد كتبه الله لك، وان اجتمعت الامه على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء الا ما قد كتبه الله لك، او في معنى الحديث. الله يطول عمرك يا حبيبي.
اوكي طيب. لا انا بكون المشاهد زين، بسألك اسئلة المشاهد. ابد طب يا استاذ احمد، هذا مزح يمزح انك تطلع بيانات خويك الشخصية؟ للامانة هو مزح ثقيل اوكي، يعني الموضوع ما كان فيه خلينا نقول الهاكينج. هاي حلو. طيب كيف طفيته بثي؟ الموضوع بسيط جدا، يعني انه فقط كان برنامج عن بعد، يعني تحكم عن بعد وبس، يعني ما هو موضوع كبير وهاك. طبعا يا اخوان سالفه ثانيه، كيف البرنامج ده داخل بي سي؟ لا تثق حتى باخوك. اي والله اني ما اكذب عليك، دائما خذ حذر، ارجع لك خطوه خطوتين حتى لو ابوك. لا لا جبت العيد. لا 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 بس يعني لابد تاخذ حذرك من اي شخص حولك. انا صراحه احمد احمد انت وطلال والله ماني شايل عليكم شيء، انا شايل هم منقهر، ما ادري كيف اشرح لك والله غبنه من الاشخاص اللي زودوكم بالبيانات والشخص اللي هذا. على اخر مسكه هو هذا عدل تتفاهم معه كيفك والله. اليوم بيننا باذن الله عندك رساله تبي تقولها للجمهور. احنا في عالم حاليا تطور جدا ونمشي يعني بشكل سريع جدا في تطور بالذات في التكنولوجي. دقيقة كيف نمشي وهي بيانات رقمية؟ يعني كيف نمشي بشكل سريع؟ يعني كيف كروم؟ انا مدري كيف انت قدمت على بور. انا بور المفروض يشوف المقطع هذا. اظن يعيد لا لا ركز احمد، زي ما قلت لكم احنا في عالم قاعد يتطور بشكل سريع. طيب احمد جداً. رسالتك بعث لي اياها ببرقية. الله يسعدك. تبي برقية؟ أني تافه شكلي بتذكر صدق. شوف يا اخوان والله جالسين نصور الساعة 9، الساعة 9 الصبح تشوفون. انت الساعة 9 بتوقيتك، انا عندي الساعة 1 في الليل، فارحم امك. امك النفسية تقفل شوي. يا حبيبي نصيحة بسيطة والله خوية لكم، اي جهاز مشبوك على الانترنت تراك ما انت محمي منه، فحاول دائما وابدا انك تنتبه من المواقع المشبوهة. دقيقة تبدأ. بفصل اليد، يمكن يوصلون لليد. تقول أي جهاز مشبوك افصل. اللهم لا اليد ما راح تتهكر. كمل كلامك. أنا بهكر مخك أنا عند الحين. A few moments later. انتبهوا يا أخوان من الموضوع هذا، جدا خطير، ترى في عوائل تفككت، في ناس راح مستقبلهم في نظام الأمن السبراني. طيب وش نصيحتك للطالبات والطلاب اللي بقدمون على تخصص الأمن السبراني؟ طيب تخصص الأمن السبراني أول ما فتح يوم صدر الأمر عام 2019 تقريبا، يعني كنا ما راح نشوفك طيار. نعم يب ما كنت فكرة طيار. المملكة اللي توديني إلى مشروع نيوم، بحكم أنه مشروع نيوم أو مدينة نيوم تعتبر مدينة رقمية بشكل كامل. الله يوفق الجميع، صلى الله يوفقكم إن شاء الله. أمين وياك يا رب. أجمعين يا رب. أسعدك الله بكلامك هذا، بالعكس أرسلت رسالة جميلة للطلاب عشان أحمد لا يكون نزعجناك وثقلنا عليك. لا أشتعب، وين ثقلت علي؟ أبد بالسخفات اللي قبل شوي ما ضايقتك. لا بس أنت خلصت الحين كت الموضوع. أي كت خلص كت. يا ولد أنت يا ولد ترفع ضغطي وأنا أتكلم كذي، بالله إني أرفع ضغطي أنا. بدي جاي كان سكران يا ولد انا. تدري ايش اسوي؟ جالس افرك اسناني فاضي. ما والله الساعه 9 الصباح يا اخي.